الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى آخر الآية. نلاحظ أن البيان الإلهي في هذه الآية ذكر صفة الإيمان مرتين. المرة الأولى في افتتاح الآية: إن الذين آمنوا، ثم عطف عليهم الذين هادوا والنصارى والصابئين. في المرة الثانية يقول: من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا إلى آخر. كيف هذا؟ قد يخطر في البال أن ها هنا إشكالا بسبب تكرير كلمة الإيمان، جعل الإيمان قيدا للإيمان، جعل الإيمان الثاني في آخر الآية قيدا لصفة الإيمان في أول الآية. نعم، فكيف نفهم هذا الذي أقول؟ باري عز وجل يقول: إن الذين آمنوا قبل بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس الذين كانوا مؤمنين بالله عز وجل إيمانا حقيقيا قبل بعثته، مثل رئاب الشني، مثل القس بن ساعدة الأيادي، مثل بحيرة الراهب، مثل ورقة بن نوفل، هؤلاء لم يدركوا بعثة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا مؤمنين بالله عز وجل، كانوا مؤمنين بالله واحدا فردا صمدا، يعني الإيمان الذي بعث به الرسل والأنبياء جميعا، والذي نعم بعث به خاتمهم وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المراد بكلمة إن الذين آمنوا هؤلاء، عطف عليهم هؤلاء الآخرين، عطف عليهم الذين هادوا، المراد بالذين هادوا اليهود، وكلمة اليهود سموا بهذه الكلمة لأن أكبر أولاد سيدنا يعقوب اسمه يهوذا، فهي نسبة إليه، هذا هو يعني الصحيح في الموضوع. وكلمة هادوا تعني اليهود. والنصارى، النصارى معروفون، نعم، لما سموا نصارى؟ بعض علماء التفسير قالوا
هذه التسمية أخذت من الجواب الذي أجاب به نعم أتباع سيدنا عيسى يعني الحواريون عندما قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فألصقت بهم هذه الكلمة بهذا المعنى، فكأنهم يعتبرون أنفسهم من أولئك الحواريين الذين قالوا لسيدنا عيسى نحن أنصار الله، نحن نعم نعاهدك على أن ننتصر للحق الذي قد بعثت به. المهم أن المراد بكلمة هادوا اليهود الذين كانوا في عصر رسول الله، والمراد بالنصارى النصارى أيضا الذين كانوا في عصر رسول الله مثل نصارى نجران وغيرهم. والصابئين، من هم الصابئون؟ كلمة صبأ بمعنى ارتد، يعني ارتد وصبأ تقريبا بمعنى واحد. هؤلاء فئة كانوا نصارى ثم إنهم صبأوا عن النصرانية، يعني خرجوا عن النصرانية لكن لا إلى الإسلام، وإنما أصبحوا يعبدون الملائكة وقيل الأفلاك، يعبدون طائفة من الملائكة، وربما كان الصحيح أنهم يعبدون الأفلاك. فكانوا في الأصل نصارى ثم إنهم صبأوا عن النصرانية واتخذوا لأنفسهم دينا آخر لم يعودوا أهل الكتاب، أصبحوا يعبدون الأفلاك. نعم طيب، إذن الباري ماذا يقول؟ إن الذين سبق أن آمنوا بالله قبل بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان الحقيقي الذي قلنا، والنصارى والصابئين واليهود هؤلاء جميعا، طيب هؤلاء ماذا؟ من آمن منهم بالله، من جدد إيمانه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، وقوم إيمانه تماما، يعني قارن بين إيمانه السابق قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، إذا كان هنالك نقص، إذا كان هنالك اختلاف، يتمم النقص، يصحح الاختلاف على ضوء ما بعث به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من آمن منهم يعني بعد بعثة الرسول جدد إيمانه على ضوء ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آمن بالله، طبعا إيمانه بالله عز وجل يقتضيه الإيمان بمن؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام، وإيمانه بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضيه الإيمان باليوم الآخر، نعم، بما جاء من الحديث عن قيام الساعة وما وأحداثها وما يتعلق بها إلى أن يستقر أهل النار في النار ويستقر أهل النعيم في النعيم، نعم هذا معنى واليوم الآخر. وعمل صالحا يعني برهن على صدق إيمانه بالعمل الذي يتفق مع إيمانه هذا، هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا معنى الآية. إذن الآية لا إشكال فيها، هذه واحدة. وأيضا إذن الآية لا يجوز لنا أن نصرفها عن المعنى المراد بها من عند الله سبحانه وتعالى، بأن نلوي أعناق الكلمات ونلصق بها معنى غير المراد كما قد يفعله البعض.
ذلك هو التكلف، وهذا هو المعنى المتبادر الواضح من الآية. باري عز وجل يقول لنا، يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. طيب كيف يعني يا من تنعتون أنفسكم بالإيمان وتنسبون أنفسكم إلى الإيمان؟ كونوا صادقين، راجعوا أنفسكم، أأنتم مؤمنون بالله حقا؟ دققوا في واقع أمركم ومعتقداتكم وسلوككم، جددوا إيمانكم بالله عز وجل، أي لا يكونن إيمانكم إيمانا تقليديا، إيمان انتماء فقط، بل انتقلوا من الإيمان التقليدي إلى الإيمان الفعال، إلى الإيمان الحقيقي الذي يدفع صاحبه إلى العمل المنسجم مع مقتضيات هذا الإيمان. هذا خطاب الله عز وجل لنا. هذه الآية من هذا القبيل، كأن سائلا يقول في الجزيرة العربية الواقع كثير ممن اخترقوا حواجز السنوات ووصلوا إلى حقيقة ما بعث به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فآمنوا به نبيا وآمنوا بوحدانية الله ولم يروا محمدا عليه الصلاة والسلام، ما حكمهم يوم القيامة؟ مثل ورقة بن نوفل، مثل بحير الراهب، مثل رئاب الشني، مثل قسم بن ساعد الإيادي، مثل الحبيب النجار، مثل كثير. طيب والنصارى هذول كمان اللي كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والصابئين واليهود، شو حكم يوم القيامة؟ الباري عم يجيب، عم يقول الذين آمنوا قبل بعثة سيدنا رسول الله، والذين هادوا والنصارى والصابئين، هذول كلهم من جدد إيمانه بالله بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي ما قد بعث به، فأتم نقص إيمانه السابق وقوم ما قد يكون داخل إيمانه السابق من انحراف، حتى أصبح إيمانه السابق منسجما مع ما قد بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فالجواب عن سؤالكم، لهم أجرهم يوم القيامة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو معنى الآية الشريفة. هنالك اليوم أناس دأبهم يعني هدفهم تمييع العلاقات الدينية بعض البعض، هذا هدف مرسوم، لا أقول موجود فقط بل مرسوم. نعم، هنالك منظمات عالمية تهدف إلى تمييع الأديان وتمييع العلاقات فيما بينها من أجل أن تتبخر ثم تتحول إلى لا شيء، فيتوكؤون على ألوان من الدجل وألوان من الأدلة الزائفة. ربما نعم وقفوا عند هذه الآية فغيروا وبدلوا في صيغتها أو في المعنى الذي ينبغي أن يفهم منها، وطبعا نافذة ما يسمى بالقراءة المعاصرة نافذة واسعة. ممكن شو بيقولوا معنى الآية؟ إن الذين آمنوا يعني المسلمين واليهود والنصارى والصابين كلهم حشو الجنة، كلهم، لأنه هدول في بيناتهم جامع مشترك اللي هو الإيمان بالله، ولو كان كل واحد طريقة إيمانه مختلفة عن طريقة الإيمان الآخر ما له شيء، لكن في بيناتهم جامع مشترك، كلهم يعني يؤمنون بإله. نعم، طريقة اليهود نعم مختلفة، طريقة النصارى الموجودين في عصر النبي عليه الصلاة والسلام
مختلفة، طريقة الصابئين مختلفة، هذول كلياتهم نعم شيء واحد. والجامع المشترك اللي هو الإيمان سيجعلهم جميعا نعم في جنان الخلد. ونص البيان الإلهي صريح وواضح في هذا. في ناس هكذا يقولون، لكن طبعا من الذي قد يعني يؤخذ بهذا الكلام؟ الإنسان الغريب عن القرآن الذي لم يتعرف على القرآن، سمع هذه الآية ووضع هذه الآية وضعت أمامه نعم، وحملت هذه الآية هذا المعنى، ولا بيعرف قبلها شوفي ولا بعدها شوفي، ولا بسورة عمران أو آل عمران شوفي ولا هم شوفي، إيه ما الله مضبوط يمكن، لكن لم يقرأ قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لم يقرأ كلام الباري عز وجل في سورة آل عمران أوائل سورة آل عمران من عند قصة نعم سيدة مريم وولادتها، وانت ماشي العشر 12 صفحة كله عن نعم سيدنا عيسى، والحوار الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إلى آخر. الغريب عن القرآن الذي لم يقرأ القرآن ويوضع أمام الآية المطلوبة من أجل تغيير معناها ووضع سيناريو معين لها نعم، يؤخذ بهذا الكلام، يؤخذ بهذا الكلام. لا، معنى الآية فيما أجمع عليه المفسرون هو هذا الذي قلنا، وأظن أنه واضح، لا في تكلف ولا في تقاعر ولا في شيء. إن الذين آمنوا يلي كانوا قبل بعثة سيدنا رسول في مؤمنين، وكثيرا ما سئل رسول الله يعني شو هدول حكمون، طيب إجا الجواب، والذين هادوا والنصارى والصابئين من جدد إيمانه منهم على ضوء ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وأتم إيمانه السابق بما قد بعث به رسول الله وصحح الأخطاء التي كانت موجودة لديه على ضوء ما قد بعث به رسول الله فتطابق إيمانه السابق بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزن. أظن الكلام واضح. طيب، كان يقول قائل طيب ألا يكفي الإيمان وحده؟ أرأيت إلى إنسان آمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيمانا كاملا، أتم إيمانه وكمله وقومه، لكن ما وفق للعمل الصالح، ألا يشفع له إيمانه يوم القيامة؟ بلى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، والحديث صحيح متفق عليه. نعم، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد عبده ورسوله، لا يلقى بهما عبد ربه يوم القيامة إلا حرم الله عليه النار. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن شلون نعم يقول وعمل صالحا؟ الجواب على هذا أيها الإخوة أن الإنسان إذا أمكن
أن يؤمن بالله عز وجل ولا يضيف إلى إيمانه أي عمل، ويحافظ على إيمانه بدون أي عمل، بدون ما ينفذ أوامر الله، بدون ما ينفذ الفرائض، يحافظ على إيمانه إلى الموت عفرم عليه بيدخل. لكن من هو هذا؟ ما الذي يحفظ إيمان المؤمن قويا لا تعصف به عواصف سكرات الموت عند ما يحين ساعة ارتحال الإنسان من هذه الدنيا؟ شو الشيء اللي بيخلي الإيمان في حصن محصن؟ الشيطان له دور كبير عند السكرات، لك لأن الفرصة الوحيدة بقى هي بده ينتزع منه الإيمان. طيب ما هو الحصن الذي سيقي إيمانه الذي سيدخله الجنة؟ العمل، العمل هو السقيا الذي به يقوى جزع الإيمان في القلب. هلأ الشتل اللي عندك بالبيت أو بالحقل ما لازم تصقيله حتى يعني يقوى ويقوى ويضرب جذوره في الأرض، بدون سقيا الشتل بيتحول إلى حطب وريح تجي قوية وتطيره. كذلك هم الإيمان، لو أنك استطعت أن ترحل إلى الله بإيمانك الأعزل لأدخلك إيمانك الأعزل، بس الخوف من إيش؟ الخوف أنه الإنسان اللي ما عم يعمل العمل الصالح لا ينفذ أوامر الله من عبادات وما إلى، ويمعن في ارتكاب المحرمات، هذا الشان يضعف الإيمان ثم يضعفه ثم يضعفه إلى أن تصبح علاقة هذا الإنسان به علاقة ضعيفة جدا. هالإيمان قاعد هيك بطرف من ذهنه وفكره، ليش؟ لأنه المعاصي كثرتها تجعل بين الإنسان وبين إيمانه لا حجابا بل حجبا. لما بتجي حالة سكرات، سكرات الموت شغلة كبيرة، هي آلام الموت، آلام الموت شيء خطير. الباري سماها سكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ساعتها مثل ما هو معروف علميا شدة الألم تطير الأفكار السطحية بالذهن، لا يبقى إلا ما هو موجود في العقل الباطن، اللي موجود في العقل الباطن مكنوز ومخبب، إيه نعم هذا ما بيطير. نعم، لكن الأفكار السطحية كلها بتطير مثل العصافير اللي موجودة في شجرة، هزيت الأغصان شو بصير؟ كلهم بيطيروا. هذا هو الذي يقع. فإذا كان هذا الإنسان في حياته الدنيا ذاكرا ربه، مراقبا ربه، يؤدي فرائضه، يبتعد عن نواهي، دائما عم يراقب، دائما يراقب، إذن الإيمان عم يتغذى، عم يتغذى، عم يتغذى، وكأنه ينتظر هذه الساعة. فإذا وقع في ساعة النزع، حالة النزع، بالعكس بقى الأفكار الدنيوية هي اللي بتطير، وما الذي يبقى؟ يبقى شعوره الإيماني. إيه نعم، فتجده يردد كلمة الله، كلمة لا إله إلا الله، ما استطاع بأشر بإصبعته كذا إلى آخره، ويرحل إلى الله وهو هكذا، بس بسر إيش؟ بسر العمل الصالح. نعم، ففعلا النبي قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. بس هات لشوف كيف تضمن أن تلقى الله لا تشرك به شيئا دون غذاء، دون أن تغذي إيمانك؟ ما صعب، لا يمكن، لا يتأتى هذا. إن الشخص اللي يخضع لعمل جراحي بيعطوه مخدر، لما المخدر بيعمل عمله بجسمه كثيرا ما تجد أنه هذا الإنسان بيحكي، بصير بيحكي بأشكال وألوان، بس شو بيحكي؟ بيطالع الشيء اللي مخزون في عقله الباطن،
أما الأمور السطحية ما تطير ولا تخطر منه على بال. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها ونعلمها. إذن من أجل هذا يقول الباري وعمل صالحا، أي ينبهنا إلى الوسيلة التي بها تحمي إيمانك، تحصنه في صندوق من أجل أن ترحل به إلى الله سبحانه وتعالى. والشيطان إذا لم يستطع أن ينال منك منالا في حياتك التي تتقلب فيها ينتظر ساعة الرحيل، يقول أنا ممكن بكرة بستحكوا. نعم، فيحاول جاهدا أن يقتلع الإيمان من قلبك عند النزأ. نعم، والدي رحمه الله حدثني وأثبت ذلك في ترجمته في كتابي هذا والدي، قال مرضت مرضا شديدا في شبابه، يعني مرض شديد جدا، يعني قال يعني ويعني في ساعة من الساعات أصبحت بين الموت والحياة، نظرت فوجدت عند أسفل قدمي كائنا، نعم، عجيبا يعني أثار اشمئزازي، نعم، قصيرا جدا، قصير القامة، نعم، واقف عند قدمي، نعم، يقول، يحدث نفسه، نعم، يقول لقد عشت ومت على اليهودية وتبين أنها الدين الحق، لقد عشت ومت على اليهودية وتبين أنها الدين الحق، وأنا كذا كذا. فوالدي العمل الصالح عديش بقى هون بحاجة، يقول نظرت إليه، نعم، وصاح به وخاطبه باللغة الكردية، خاطبه بالكلمة التي يطرد بها الإنسان الكلب، نعم، في كلمة معينة، نعم، بأعلى صوته، نعم، تت، قال، وإذا به غاب، نعم، هذا الشيء مخوف مخيف، يعني، طيب، ما الذي جعل والدي يعلم أن هذا هو الشيطان؟ وما الذي حصنه ضد يعني نصيحة جاي عم ينصحه؟ قميء القامة وقذر المظهر جدا، نعم، ما الذي جعله يشمئز من منظره؟ وما الذي جعله يدرك؟ عمله، طاعاته، قدراته، أذكاره، أوراده، التزامه لك، نعم. إذن من أجل هذا يقول الله عز وجل من آمن من هؤلاء الناس بالله إيمانا مجددا على ضوء بعثة سيدنا رسول الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، أجرهم، كثيرا ما يكرر البيان الإلهي هذه الكلمة، فلهم أجرهم عند ربهم. يعد الباري عز وجل هؤلاء الناس بأن لهم أجرا محفوظا عنده سيلقونه يوم يقوم الناس لرب العالمين. لكن أنا أريد أن نقف عند كلمة أجره مكررة في القرآن. هلا مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، كلمة الأجر مكررة. هذه الكلمة قد تثبت في ذهن الإنسان أنه عندما يؤدي الطاعات التي كلفه الله بها في عقد بينه وبين رب العالمين أنه يؤدي هذه الأعمال وله عليها أجر، أجر مقابل هذه الأعمال. مثل أي إنسان جبت العند منك استأجرته قلت له بتشتغل لي هالشغلة كمل لي هالعمل ولك أجرة عندي، نعم، بعدين هذا القدر من المال. طيب طبعا هذا الإنسان عندما يؤدي عمله
يطالب بأجره، شيء طبيعي، لأن اسمه أجر، وعندما يأخذ أجره يعلم أنه مستحق لهذا الأجر. ولا يستطيع رب العمل عندما يعطيه أجره أن يمتن عليه بذلك، ما بيقدر يقول له والله عم تصدق عليك، عم بهديك كذا، ليش؟ لأنه هذا أجر اسمه. طيب رب العالمين دائما دائما يضع في أذهاننا أننا إن سرنا على النحو الذي يطلبه منا من حيث الإيمان من حيث العمل لنا أجر، مثل هذا اللي استخدمه رب العمل. الشيء الخطير أنه ربما يخطر ببال الإنسان أنه إيه مظبوط، فلا أنا صليت وديت الواجبات وابتعدت عن المحرمات، أنا بقى بعرق جبيني عم باخذ أجرتي لكان. نعم أنا أديت واجباتي وهذا أجري يا أخي، هذا أجري. ولذلك الله سبحانه وتعالى سيعطيني بموجب العقد الذي بيني وبينه، نعم، الأجر الذي أستحقه. هل هذا تصور سليم؟ تصور غير سليم. قال بلى تصور سليم، لأنه هو سمى أجر، هو سمى أجر. لكن يا أخي ربي عز وجل سماه أجرا من طرف واحد لا من طرفين. العقد اللي بيكون بينك وبين رب العمل من طرفين، أنت بتقول له إيه أنا راح أشتغل لك الشغلة هي وهي وهي وهي، بدي إنك تعطيني الأجر الفلاني، هذاك بيقول لا كثير لا قليل، بعدين بيتفقوا. فعندما يتم الاتفاق على الأجر يتم الاتفاق على الأجر بين طرفين. هل يتم الأجر الذي نتقاضاه يوم القيامة من مولانا وربنا بناء على اتفاق بين طرفين؟ قلنا له يا رب لأنه راح نصلي، لأنه راح ننفذ الأوامر وكذا وكذا وكذا، إيه شو بدك تعطينا؟ بعطيكم كذا، خلاص إيه خلاص، إذن لك هيك المسألة؟ أبدا. طيب لك ليش ربي سماها أجر؟ هذا تفضل منه. الشيء الواجب الذي كلفك الله عز وجل به لو نفذت آلاف أضعافه ولو لم تسخر حياتك من أول يوم استطعت أن يعني تتمتع بالقوة والإدراك إلى ساعة رحيلك وأنت ساجد لله تؤدي أوامر الله أوامر الله مطيع لله، لا تستطيع أن تؤدي حق هذه المقلة التي متعك الله بها أبدا. لا، بل أنت عندما تؤدي هذه الفرائض بقوة من رب العالمين تؤديها. من الذي وفقك لها؟ الله. من الذي أقدرك عليها؟ الله. من الذي شرح صدرك؟ الله. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام للإيمان. نعم. طيب طيب لكن إذن لكان هذه مو أجرة، فعلا مو أجرة، ولكن ربي عز وجل سماها أجرة تكرما منه وتفضلا. فما ينبغي أن نغتر بهذه الكلمة ونتصور أننا فعلا نأخذ هذه الجنة بعرق جبيننا، إياك أن تفهم هذا. نعم. يقول المصطفى فيما اتفق عليه الشيخان لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم. ومع ذلك ربي يسميه الجنة. هذا من ألطاف رب العالمين. هي مثل قوله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. شو القرض الحسن؟ يعني أنك تلاقي لك شيء فقير تعطي شيء من المال، محتاج تعطي شيء من المال. سمى الباري هذا إقراضا له. الباري هل يقرض؟ ليش؟ شو رب العالمين بحاجة؟ مع ذلك سماه كذلك من قبيل المشاكلة. وشو قال؟ قرضني وأنا لك علي بدل ما رجع لك ياها مثل ما أعطيني، مضروبة عشرة أضعاف، بل إذا بدي أكثر كمان. موضح كيف؟ هذا تحبب، تحبب من رب العالمين لنا.
وأنا ذكرت مثال نعم على هذا يجسد المعنى الذي نقول. قلت رجل غني وكريم وشهم وهيك لطيف، يمر في السوق وجد رجل فقير مسكين باسط هيك قماش، قطعة قماش وحاطط عليها أشياء تافهة جدا جدا مثل علب كبريت، كان من زمانه نعم نكاشات البابور، حجار قداحة وشغلات هيك، شغلات تافهة جدا جدا. بدل ما يسأل باسط هالشغلات هي مشان يبيعها، شغلات بسيطة. شاف هذا الرجل الإنسان الفقير فحن عليه، طلع 10,000 ليرة من جيبته وقال ايه بتبيني هالكبريت؟ قال له ايه. أخذ الكبريت قال له تفضل أخي السلام عليكم، عمل حاله يعني اشترى الكبريت بحقه. شو أعطاه؟ 10,000 ليرة، وحمل حاله ومشي. هلا هو ايه عن حق يعني هذا الرجل بيحط ال 10,000 ليرة بجيبته بيقول ما في له منية علي، أنا غرضي بعته إياه وحال كبريت 10,000 ليرة. بيعرف هذا شأن رب العالمين عندما سمى فضله الذي وعدنا به أجرا. فأنت اسمع هذا الكلام لتزداد حبا لمولاك وخالقك، لكن عندما تطلب منه هذا قل يا رب أنا لا أستحق، أنا لو أمضيت حياتي كلها ساجد راكع أمر القرآن ما بأدي شكر أي نعمة من نعمك، لكن أنت وعدتني وأنت رب كريم وأنا عبدك الفقير ولو كنت لئيما أعطيني. نعم واضح كيف. لكن إياك أن تطلب الجنة على أنها أجر نهائيا، لا تجعل يعني عملك موجبا لأجر تناله من الله سبحانه وتعالى. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، متى هذا؟ في دار الدنيا لابد الخوف ما بيخلص. نعم الخوف من العاقبة موجود، الخوف من الخاتمة موجود، لكن إمتى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ يوم القيامة. هؤلاء الذين صدق عليهم هذا يصدق عليهم قوله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله لإيمان ثم استقاموا سلوك العمل الصالح، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لكن إمتى هلا هي شهر؟ ما في واحد من الناس إلا ويرى مقره في اللحظات الأخيرة قبل رحيله من هذه الدنيا، يعني عند السكرات بس بعدهم بيخلص حظ الشيطان. هنا لابد، فإذا كان من المستقيمين على أوامر الله الجهد الاستطاعة، وإذا يعني انحرف بيرجع بيتوب بيرجع بيستغفر، كل ما يعني تعثر النهضة واستغفر الله. نعم كمان المؤمن واهن راقع مو مشكلة، عند ساعة النزع وقبل رحيله يرى مستقره ويرى هذه البشارة فيرحل إلى الله وتجد أسارير السرور على وجهه، هي معروفة. وإذا كان العكس، العكس، وإذا كان هذا الإنسان معرض عن الله تائه هنا لا يبالي بأوامر الله عز وجل، ذكر فلم يذكر، نبه فلم يتنبه نهائيا، هذا الإنسان سيرى العكس كذلك وسيجد فعلا مقره الذي أعده الله له. ولذلك إن نظرت إلى وجهه وجدت مظاهر الأسى والضنى قد ارتسمت على وجهه. والحديث صحيح في هذا عن عائشة معروف،
في هذا، ويبدو أن الوقت أدركنا لا نستطيع أن نفسر الآية التي تليها، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك يا رب العالمين، اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد خاتم الرسل والأنبياء، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا، اللهم إنا ضيوفك الساعة، اجتمعنا في رحابك هذه، وأنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيفان، فنسألك اللهم أن تكرم مقدمنا عليك في هذه الرحاب يا رب العالمين. يا رب أعطي كل واحد منا سؤله الساعة بما يرضيك، أعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا جميعا ممن يدخل غدا في شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا حانت ساعة رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فأكرمنا ببشارة رضاك عنا، أكرمنا ببشارة مغفرتك لنا، أكرمنا يا رب العالمين ببشارة دخولنا في رحاب كرمك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام. اسقنا مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب، لا تقطع عنا رفتك، لا تقطع عنا كرمك الذي أكرمتنا به قبل يا أرحم الراحمين بسبب سوء فعالنا، فأنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. عاملنا بما أنت له أهل، لا تعاملنا بما نحن له أهل يا رب العالمين. اللهم إنا بحاجة إلى مزيد من السقيا، بحاجة إلى مزيد من الإكرام. اللهم إنا لا نشبع من عطائك، اللهم إنا لا نشبع من كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. مر اللهم سماءك أن تعود فتمطر، ومر اللهم أرضك أن تنبت، ومر اللهم الينابيع أن تعود فتتفجر يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك، واحفظها من كل سوء، وطهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها، طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها، طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب